ظل فندق بارون الذي أسس في بداية القرن الماضي الأكثر شهرة وعراقة على مر العقود في مدينة حلب، لكن الحرب غيرته كما غيرت كل شيء. يجلس أرمين اليوم على شرفة الفندق الذي ورثه عن جده، أمتار قليلة عن الخط الفاصل بين المنطقة الخاضعة لقوات النظام وتلك الخاضعة لقوات المعارضة. وقال رئيس جمال عبد الناصر: كنت في انتظار هذا اليوم يلتقي بكم في مدينتكم الباسلة حلب. هنا ألقى الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر خطابا عام 58، وكتبت الروائية البريطانية أغاثا كريستي في الثلاثينيات اثنين من أشهر كتبها، وأقامت فترة طويلة في جناح 203، ويعتقد أن هذه الصورة فعلا التقطت هنا. I met her in, I think it must have been 1959 when she came here. But I didn't know who she was and I was too young to know why she was so important. But later my father told me that this was Agatha Christie. But she used to come every year with her husband, Sir Max Mallowan. أقام كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية في جناح 201، فيما منح الجناح رقم 215 إلى الملك فيصل ملك سوريا ثم العراق، ومكث لورنس العرب في جناح 202. لكن بارون اليوم لم يعد يشبه بارون الأمس، أهمل الأثاث وانهمرت القذائف على سقفه وجدرانه، وتوقف الفندق عن استقبال الزوار منذ أن اشتعل القتال في حلب صيف عام 2012. No, I don't think the hotel will ever be what it was, ever. I'm very frank. أصبح فندق بارون اليوم يؤوي نازحين في حلب تقطعت بهم السبل، ويعتقد أرمين أنه لن يعيش ليرى فندقه يعود إلى ما كان عليه. مريش حاضر، العربية.